كادم صاير عنده أغاني وكلام موزون واعر وكلمات اش ميمكنش نوصفه ملك بزاف وخا تعيا ما توصف وميراج الموازين ما كاينش بحالو. حنا ضد المقاطعه. الاخت ديالي كانت تبغى تجي العاصقه ديالنا كادم صاير وهي ذات وانا جيت معاها انا ولكن حتى انا كيعجبني كادم صاير وكيعجبني الاغاني كلهم ديالو وتحيه لكادم صاير وكنبغيو. والاخت ديالي هي اللي كتبغي بزاف. انا تونسيه وجيت انا وبنتي وامي وخويا الحفلة كاظم الساهر خاطرها ديما يقعد لاكلاس كاظم الساهر راجل كيما كل الرجال اما رومانسي اكثر سيكو بون لي باغول سا دي بو ابخي واخا المقاطعة واخا كلشي ميمكنش نخاطع على وجدت كاظم الساهر. انا جد معجبة بشخصيته باغانيه بكلشي انسان محترم جدا وكل اغانيه عزيزة عندي ما قدرش نخيرك بيناتهم. محلين ساو برشا برشا